مبتدى.com. طيب يعني احنا عملنا لكم شهادات تقدير. طب كل واحده تاخد الشهاده و طب بصوا انا هعمل حادي بابي كرنب زبادي عارفين، وكل واحده يعني هي وقلبها بقى هي هتعرف تختار ورقتها. انت مين يا اسراء، يمين ولا شمال؟ يمين. لادي ماشي. غلط اصلا عادي. كل واحده تقرا. عايز اسمعكم انتوا بتقروا مين. مكتوب ايه؟ طب ما بلاش عشان في راديو الناس ما عايزه تعرف. السلام عليكم. حكم عليهم حكم يا جماعه. ها لا قول انت يا شروق. لا انا ما اقول انت. قدامي 3 ثواني والورقتين هيتسحبوا. يا جماعه احنا كسبنا 1000 جنيه مصري لا غير، كل واحده 1000 جنيه. كل جنيه يفتح جنيه. على فكره ده شيك، ممكن نرفعه بقى عشان الكاميرا، عشان عشان موقع مبتدا بيصور. ايوه ده نهزل لكم زول. اسراء مبروك، اسراء كسبت 1000 جنيه وشروق كسبت 1000 جنيه. احنا عايزين بس هيصه بقى، انت هتعملي بقى بتاع الحيوانات الاليفه الشلتر اللي كنت وكنت وتدي ماما نصهم. او شيري قالت ماما تاخدهم كلهم. انا بس لا بجد يعني عايزه اشكر يعني كل واحد في عيلتي، يعني الناس دي ما كانتش بتنام. تريكي ما كنتش عايزه تقولي الجايزه كام. انا عشان انا كل واحد وليه هديته. وعايزه اشكر يونس طبعا وراديو 90 90، وشير احنا لسه صحاب الحمد لله. لا وبالتالي كده احنا ممكن ناخد بعض من الحضن. لا حضن بقى يا جماعه، لا لا لازم تباركوا لبعض. يلا يا حبيبتي. طيب هي الورقه دي على فكره يعني ما بتوديهاش محل مكان يديكي. يعني هي كده يعني تقدير معنوي. ماشي من المصحف. بصوا هي في يعني كل واحده فيهم فيها 1000، بس في واحده فيهم فيها حاجه زياده، فكل واحد ونصيبه. ماشي كل نخسر بعض نخسر بعض. اختار انت الاول. يا باشا هات ايدك. طب ايه الزياده؟ لما تروحوا بقى تعرفوا. في واحده فيها 1000 مزوره وفي واحده سليمه. رايكم في المسابقه؟ حلوه جدا حلوه جدا، ويعني احنا عايزين ندعي للمواسم اللي جايه بجد. تدولها ايه بالصلاح وراحه البال؟ لا يعني عايزين نقول لهم ان الموضوع يستاهل فعلا، واحنا اخذنا 1000 جنيه في ايدينا اهو. 1000 لكل واحد. أيوة. كل واحده 1000 جنيه. ولا يعني غير كده انت بتعرف صاحبك وبعيد بقى عن اي زعل او اي حاجه. انتوا برضه حتى لو انتوا 0% ما تعرفوش بعض، بس انتوا هتبقوا لسه صحاب في الاخر. في اخر فلوس بتنطق ازاي؟ بتنطق. انا ما قلتش بتنضف. هي بقى دي حاجه ثانيه، انت واقفه على اللي قالته. انا بقول بتنطق بالقاف. بتنطق ايوه. بدايه المسابقه دي اصلا اسراء قالت لي على المسابقه وقالت لي تعالي نروح وبتاع هنكسب اكيد، احنا عارفين بعض جدا جدا. فقلت لها حلوه وبتاع ونحضر. فطبعا بعد الحلقه الرهيبه دي بس يعني اهم حاجه قعدنا احنا اللي طلعنا فايزين الحمد لله. طب يا جماعه انا عايز الناس اللي بتسمع يعني ابداوا بقى جهزوا نفسكم علشان هنطرح يعني هنطرح حلو هنطرح دي هنقلب عن السيزون الثاني خلال الحلقات الجايه، فتبتدوا تجهزوا نفسكم. انا عايز اشكر اكرم وعبد الرحمن الفريق الاول اللي حصلوا على 282 نقطه، والفريق الثاني كان احمد ومصطفى حصلوا على 351 نقطه، وعلي واسراء كانوا الفريق الثالث حصلوا على 501 نقطه. انتوا كنتوا الفريق الرابع وحصلتوا على 564 نقطه. واحنا برده بنوجه لهم تحيه يعني، وبالذات اكرم صالحنا دخل منك النقطه انا. بس لا يعني وعلي واسراء يعني حاولوا. ينفع حد يشترك في الموسم الجاي؟ ينفع نشترك تاني انتوا؟ يعني على اساس ان المعلمين قليلين قوي فمش لاقيين فنبتدي نكرر. لا على اساس بقى ان احنا حافظين بعض قوي انت عارف يعني. انا بيتهيالي لا بيتهيالي حفظتوا بعض رسمي اكيد. احنا بقينا عايشين مع بعض كلنا. بتعملي ايه النهارده؟ شروق بتلبس مقاس كام في الشوزات؟ 38 صح. كان كده عليك وانت بتقول على نفسك 48. ده حاجه ثانيه. ده زنانور. نورتوا يا بنات ومبروك عليكم. شكرا يا احمد. ويعني دايما انتم معلمين وكلام معلمين ما يحلاش غير بالمعلمين. شكرا 90 90 شكرا.